بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 الأولى من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومي. نحن قد حططنا رحلنا منذ أيام في صلاة الجمعة، تكلمنا عن فرضيتها، عن أركانها، عن شروط صحتها، عن شروط وجوبها، وها نحن اليوم أو الآن بإذنه تعالى نتكلم عن آدابها وهيئاتها. قال الشيخ أو الشيوخ: ليوم الجمعة وصلاتها آداب مسنونة قبل وأثناء، ينبغي الاهتمام بها والدأب عليها، وهي الغسل. الغسل قبل أن تأتي إلى صلاة الجمعة، وهذا الغسل ليس للجنابة، لا علاقة له بالجنابة. لخبر: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، في حديث آخر: الغسل واجب على كل مسلم، يعني قبل صلاة الجمعة. طبعا لو بقي هذا الحديث وحده لقال كل العلماء بالوجوب، بقوله عليه الصلاة والسلام واجب. كان في حديث آخر سيأتي معنا الآن، قال: وإنما صرف الأمر هنا، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، واللام هنا لام الأمر، ومقتضى الأمر في عند علماء الأصول الوجوب. قال: وإنما صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب، للحديث الذي رواه الترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. شوف، إذا ما معك وقت مطفي الكهرباء وما في مي سخنة وبرا برد، يعني تبانى فرق، يعني المهم ضاق الوقت، خلينا ناخذها بالأولى. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها وبنعمة، إذن يكتفى الأمر بالوضوء لكن الغسل أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن قال: لا، انتهت الفقرة. إذن ينبغي أن، يعني على سبيل السنية المؤكدة، أن نغتسل قبل أن نأتي يوم الجمعة. وحكينا في دروس الفقه، نحن عندنا درس فقه يوم السبت إن شاء الله كلكم تحضروا، إنه من اغتسل لا لرفع الجنابة وإنما لغسل الجمعة مثلا أو غيره من الأغسال اللي هن 17 غسل مسنون، فهذا الماء لا يرفع حدثا، وبالتالي فهو طاهر مطهر. لو جمعناه فنستطيع أن نتوضأ به لرفع الحدث. نعم. ثانيا قال: تنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة والدهان والتطيب. يا جماعة، أنت جاي على مكان في اجتماع عدد كبير من الناس، إذا كل واحد يجي وريحته طالعة وتحت باطه ريحة طالعة والدخان من تمه، يعني هذا شيء مزعج. دائما تجدون الأغسال المسنونة عند اجتماع الناس، وهكا أيضا عند عدة أغسال تسن بسبعة وعشرة عدا حسن لجمعة، الجمعة في اجتماع الناس، والعيد، العيد في اجتماع الناس، والخسوفي أيضا في اجتماع الناس، وغسل الاستسقاء والكسوفي كلها في اجتماع الناس إلى آخره. قال: وذلك تنظيف الجسد، أصلا هو غسل الجمعة لتنظيف الجسد أيضا. أنت رايح، يعني كأن هذا عيد المسلمين كل أسبوعي، ولو لم نسميه عيدا بالمعنى الرسمي، لكن هو كأنه عيد، وكان اجتماع المسلمين على مدى الأسبوع. وذلك لئلا يتأذى به أحد من الناس، بل ليألفوه ويسروا باللقاء به. وقد علمت أديش بي، وقد علمت أن ممتاز، وقد علمت أن من رخص ترك صلاة الجماعة أن يكون قد أكل من رخص ترك، عفوا، من رخص ترك صلاة الجماعة أن يكون أكل ذا ريح كريه يتأذى به. روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة. لكن شوف، مو بس الغسل
والادهان والتطيب، وجاء ساق الحديث من أجل الادهان والتطيب والاغتسال. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته. صدقوني أنا ما أطلع من بيتي، أنا أكثر واحد بصرف على هيك بعتقد يعني على الطيب. والنبي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ثلثا مال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب على الطيب، كان يحب الطيب كثيرا، يحب يعني الطيب 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 يعني. نعم. قال لاحظ، ثم لا يخرج ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. مو بس هذول، لا، معلق بين الناس، مطلع سمع الخطيب ما عجبه كلمة منه، إيه هذا إيه ما بيفهم، إيه هذا إمتى كان عالم، إيه هذا يعني انتبهنا. اليوم صار في عنا جرأة بين يعني بين الناس، تعزية. بعت الشيخ أسامة يلي بيسوى يلي ما بيسوى يلي، لكن احنا اخي ما رجعنا الشريعة، مو ما رجعنا داعي لحالنا، يعني الله يقبلنا. طيب، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، ما بيحكي أثناء الخطبة، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.